شهباز هات البتاعة دي. شهباز يا ابني عايزين نحللها. هنحلل ايه بس يا سلطان؟ ما احنا اللي بعتينها. اه صحيح. طب بقول لك ايه؟ حرج على المعسكر كله، ما حدش ياكل ملوخية. ما حدش ياكل ملوخية. هي اصلا فكرة غبية من الاول. هما يبعتوا لنا اكل مسموم، نروح احنا بمنتهى السذاجة باعتين لهم اكل مسموم برضه. مفيش اي عنصر مفاجأة، مفيش اي فكرة اوت اوف ذا بوكس. يا ابني ما كلها اوت اوف ذا بوكس اهي. ما هما بعتوا لنا محشي ومن احنا مفاجئينهم وبعتين ملوخية. ودينا كلناها برضه، هنعمل ايه دلوقتي؟ نبعت بامية. الله عليك يا سلطان يا مسلطان يا مست سلطان. بس بقى يا سلطان بقى، بامية اللي هنبعتها محتاجين حاجة ياكلوها من غير تفكير، حاجة تتبلع بسرعة. نبعت لهم زبادي. زبادي ايه؟ هما هيتسحروا. عايزين برضه حاجة البنات بتحبها. نكد، هما يموتوا في النكد زي احنا. نعمل سندوتشات نكد. سوشي، نبعت لهم سوشي يا ريس. الله عليك يا تومي يومي يامي 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 يا مستي مايمي. ولا حسك عينك تغني الغنوة دي لحد غيري هتضحك. يا جدعان ارحموني بقى، كفاية زرط بقى. عمالين تزرطوا بأفكار ملهاش أي 30 لازمة. ما تقول حاجة يا زفت أنت كمان، في الرأي العلم. أنا أبحاثي الفلكية بتقول إن في زنزال هيضرب منطقة معسكر البنات، بس الأبحاث برضو بتقول إن الزنزال ده يعني فضل أي حبتين كده. طب ما حلو ده، حبتين قد إيه؟ يعني مينيمم كده ممكن تقول 240 سنة. أنا ما غلطتش لما سميتك ابن فخدون. أنتوا عايزين الواد ده ولا اذبحوا؟ اذبحوا؟ ما أنا بعمل كل حاجة يا ريس. اذبحوا؟ تلات أيام من غير أكل، زيت كافور بس. اسمعوني، لازم نبعت لهم حاجة الستات مستحيل يقاوموها. محبوبي حبوبي دبدوبي، زمان نص معسكر رجالة ميت بسبب حلة المحشي. كرمتي قطتي والنص التاني مات من الملوخية. ايه ده؟ مش عارف. مون مون كسينا وبقينا زي القمر. قلبي اقسم بالله. ايه الزحمه دي؟ في ايه؟ ده الفتيات يا قائده لقوا صوابع روج اشكال والوان تهبل. نو سي با فري. ورحمه ستي. طب ولقوهم فين؟ بقول لك اشكال والوان تهبل. ايوه بس مش مشكله. يا بنات لو سمحتوا انا عايزه روج يبقى لونه بني محروق كده. انت جننتي يا كارما؟ روج بني محروق ايه اللي بتفكري فيه؟ ايه؟ بيتهيألي البيستاش هيبقى ماتشنج اكتر مع لبس انت نفسها. ايوه صح، هيليق مع دي كمان. داكور. محاميحو، ايه رايك في لون الروج اللي انا حاطاه ده؟ حاسه الاقي مع الجزمه قوي. هياكل من جزمتك حته. بنات معلش في زبده كاكاو؟ لان انا حاسس شفتي. بصي مقشفه ازاي؟ يا محمود في ده. ميرسي يا نوده، شعرك تحفه. ثانك يو. محبوبي حبوبي دبدوبي. في ايه؟ ما انا حاطط زبده الكاكاو اهو وزي الفل. ما تعفهوش ما تعفهوش ما تعفهوش.